السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا مرة ثانية مع المينا. المينا مرحبا فيكم في الحلقة. أهلا وسهلا في خليل جيمينج. الحين بسوي المنطقة اللي في الوسط شوي فيها يكون فيها سياحة، في شغلات الناس تروح لها، في مكان للناس إنها تستلذ فيه يعني ولا تتمشى فيه. بس لحظة يبون عمال، تبون عمال، بنعطيكم عمال، بنحطي على الشارع من هاي واي وانت طالع الدكاكين. ترى هني زحمة زحمة. أفكر بأحل موضوع الزحمة اللي هني، ترى على هاي واي هاي الزحمة ترى ياس تتراكم. ف مو بالزحمة تتراكم بالشكل هذا هني. طبعا هني بشتي منطقة سياحية، خلنا نشوف هل الناس بتحول سيدة. بحطينا شوارع عداد، لا بعيد الشارع ترى عليهم. ممكن ألغي هالشارع وأسوي داخلي وخليهم يستعملون الشارع الطويل على أساس الزحمة توقف عيد، بس بعد بيستوي زحمة على فكرة. بس هاي شوارع ست خطوط، مش شوارع صغيرة ترى على فكرة. في راعي الدورية خاطف الهبي رايح صوب ثاني. هالدور كان مشروع ناجح لكن كان يستوي إلى مشروع مخيف، لانه ان مدخل واحد من هاي واي جانا اسوي مدخل ثاني، او انه لحظه زحمه. شو هذا؟ شرطه، مواصلات، فورستري ترك يوصلون مواد بناء وهالسوالف. انزين بسوي قطار بحل مبدئي، لان عندي انا اصلا سكه قطار قريبه، اروم اطلع من تحت الارض قطار وأقدر أسوي وايد شغلات. بس الزحمة هاي خلت أتخلص منها بعد ما أسوي منطقة سياحية. هذا شوري من الحين. الحين شو بنسوي؟ بنسوي منطقة شوي سياحية، يكون كل شيء باني الحين، يكون فيها جراند مول. بنحطي في المينا مول، بس أبغى أدخل المول هني. إنزين، فشو بسوي؟ بسوي شارع رئيسي أربع خطوط هني، نفصل الخدمات هاي. إنزين، بنحط المول مالنا في نص الشارع هذا. الناس اللي تبتي هني تي حق المول، ما تي حق سوالف ثانية. وبما أن في مول في حركة تجارية هني، بخلي فاضي. صبر صبركم علي. إنزين، أن في مول في حركة تجارية، حلو. عندنا المول شيء باج قدامه يكون باركنات. طبعا طبعا باركنات ترى شيء من الشغلات الاساسيه انا اشوفها في الاماكن هاي. زين، هذا ممشى، ها بسوي حق الكورنيش. سوري كنت بسوي بعدين الممشى. شو ترتيبه؟ بنحطي عند المول دايركت باركنات ثانيين، ناس تيت باركن حق المول. طبعا في سكان عندنا بيون ناس ترى على الخدمات هاي، بيون ناس بيون سياح. هذا معناه بيكون في مترو، معناه بيكون في شغلات ثانيه، معناه بيكون في امور وايد اكثر ترى. بس بمجرد اني اسوي مناطق داخليه مثلا هني، اتصور ان الزحمه شويه راح تتوزع. بنسوي شارع بالطريقه هاي، ما بسوي الشارع هذا زحمه وسط. ابى اللي هني يقضي مشاويره يكون جاي حق مشاوير هالمكان، بس بتتجمع الزحمة على الإشارة هاي. فمن الممكن أني أمد له عندي إشارتين، أسوي منطقة داخلية بيكون أشوف أفضل، أفضل بيكون. ننزل حطينا هني باركنات. طبعا في مناطق سياحية، في مناطق تجارية، يبون دكاكين. دكاكين مو مشكلة، بنحط لكم دكاكين هني وهني. هني ما بنحط دكاكين، هني بنحط شو؟ كرنفال قدام المول، بيبالنا ايفنتات، حد يسوي لنا ايفنتات شيء عند المول. يقعدون الياهال الحديقة تكون جنبها على طول، اهالي يروحون الحديقة يقعدون ياهال في الالعاب. ممكن حد يبغى جابانيز جاردن جنب المول يروح. انا عندي مشكلة مع سواية الارض. لحظة،
الحديقة شوي هاي سيدة تقريبا. اوكي الحين هاي سيدة رقم واحد الحين فنان. يكون في حديقة هنا قريبة من المكان هذا. الزحمة ما بتتوزع الحين على طول، ترى الزحمة ما بتتوزع على طول، انسوا انها تتوزع على طول. نبغى شوي صناعات زيادة، شويتين مو شوي، شويتين. ليش؟ لأنه بما ان عندنا مول يبغالنا مكاتب ورا المول، مكاتب محلات. بيكون في شركات طبيعة الحال، شركات تتولى التجارة وراها هايل وراها وهذه الأمور. ونبقى شو نسوي؟ نسوي ممشى هني. هذا بس بيكون عبارة عن ممشى قدام المول، ممشى. ممكن نستعمل الممشى اللي عندنا. لحظة، وين الممشى؟ نستعمل الممشى اللي عندنا هذا. شوفوا الممشى محلى، ونغير مكان هذا لين هني، او ممكن نغير هذا لين هني، ونغير هذا شوي، نلفه ونحطي سي. ابى اسوي مكان ممشى زياده ترى. خلاص بمسح هذا الممشى، يعتبر حديقه. يس استرويد سون. بنحط ممشى قدام باب المول، بنحطي هذا عند الممشى كرنفال. يعني عندك صغار، عندك عيال، عندك عيل، تعقهم هني يلعبون، يصير تتمشى هني في المكان هذا. باركناتك موجودة، يعني باركناتك موجودة مكانها. بس شوي نبغى نساوي البقعة. شوف كيف بعدها عن الشارع. لحظة، اوكي ستيل ميك سنس دام انه في صعود وهذا. زين زين، وهذا خلينا نرفعه شوي يكون على المستوى وياهم. ونشل التول هذا. حلو الممشى، جميل جدا. باب المول بعد ترى، على فكرة جدا باب المول. فيري نايس، فيري فيري نايس، فيري فيري نايس. طبعا دام ان عندنا مول وهذا وخدمات، الناس بتسكن هني. ناس بتحب فكرة السكن عند أماكن فيها خدمات، فلازم نوفر لهم أماكن. ونبي مكاتب هني على طول الخط بعد. الماي قلت لكم أنا عندي مشكلة مع الماي، كل حلقة أقول لكم ترى نفس الكلام، وللحين ما حليت المشكلة. إني دائما أنسى أحطي لهم ماي، أنسى أحطي لهم ماي. الحين المول هذا بيوفر لي سياحة ترى، يا سيون السياح مساكين ترى، يا سيون يون. لكن زحمة هالمكان هاي ما مش بال عنها أنا. في ناس بتهني بت مشكلة صناعية يت عندي في آخر وين الأماكن هاي، لأنه ما في عمال على فكرة. ترى المشكلة كلها يقول لك ما عندهم عمال، أنا أعرف الشغلة هاي كيف تفكيرهم، لكن مش مشكلة. لكن صراحة منطقة المينا استوت صدق مينا. الحين أحس إن مينا عندي ترى، يعني مينا طيب. هذا المينا شيء مشروع ناجح ترى، من الآخر مشروع ناجح. خلينا نكبر المنطقة، المينا هاي كلها زين. كل المينا ترى إذا يبون صناعة موجودة صناعة، لكن التجارة هني مطلوبة. هني بحط عماير، بما أن استغنينا عن المكان هذا نحن، بيبنون لهم مكان فوق، بيستغنوا ما بيغرقون إن شاء الله، إن شاء الله ما بيغرقون. أستدعي الحين ترى إذا غرقوا ترى مصيبة ثانية. استوى عندنا مكان، استوى عندنا تضاريس في المكان هذا، استوى هني ترى. بعد أبى أحط اللي هو الفيري ستوب، نفس هايل يمكن. سوري مش الهاربر، الفيري ستوب ما يسار، مش بوت ميزين. أنا حطيت هذا فيري بير، وعندي فيري ستوب نفس هذا، نحطيه ونضيفه للخطوط، خطوط الملاحة هني بين المدن. ترى حلو يكون إن خطوط ملاحة بين المدن، وايد فيري نايس. بنحطيه الحين.
هاي شيء لازم نحطيه. هذا فيري فير فيري فيري ستوب. رد اكيبايت 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 احطيه هني، بس هني بتسوي زحمة ترى. لو سويت زحمة هني مش من مصلحتي ابدا اني اسوي زحمة ابدا. ممكن اسوي ادف الشارع من هني شوي، زين مو مشكلة عادي، بيزعلون شوي ترى، انا فاهم انهم بيزعلون، لكن يقول اوريدي اوكيبايد. زين ونحطي هاي هني، ما تركب ما يركب اصلا، فخلنا نرجع كيف ما كان سيده. لازق وين؟ لازق في الكارغو، لازق في الكارغو قدام الكارغو كله عماير ترى على فكرة. شي جميل شي جميل. عيل اللي بنسويه في اماكن ثانية عندي، ممكن نحط فيها ال... ايوه هذا مكان ممتاز بعد، مكان جدا ممتاز، لكن بستغني عن العمارة هاي والحركة هاي ترى على فكرة. عمارتين عمارتين، لا مو سوني عمارتين، برد بحط عماير هني، ما بحط عماير هني. لا 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 لحظة لحظة، عماير سكنية نحطيهن. هاي استوعنا فيرستوب، لكن خطوط الملاحة موضوع ثاني. ترى شوفوا كل المواصلات الداخلية ما عدا شو، نبقى من هني ستوب لين هني لين المدينة الأساسية ونرجع، وأي واحد يبغى ياخذ ترانزيت خلاص ما في خط دايركت، يصير مكان ثاني مكان ثاني يعني. ترى خلاص هاي خطوط الملاحة مالنا، نبي تشوف هني سفن تمشي لها المدينة هاي تقريبا، وهني في سفن اوريدي ما شاء الله المكان يعني وايد بزي، وعندي اصلا خفارات شغالة اتصور. لحظة في خطارات جاية، هذا خطار جاي، هذا خطار جاي الحين بيطلع هني، خطار يشيل سامون خلينا نشوفه. لحظة اين انت يا قطار؟ عجيب والله، رقم واحد ترى على فكرة، رقم واحد. الحين يبالي قطار ثاني على اساس اني اخف الزحمة، ويبالي مترو، بخف الزحمة هاي بالمترو، بس القطار الثاني راح احطيه مكان هني، لان هني على الاغلب بيكون مشروع تجاري، ما بيكون ان هني في وايد حشرة بيسوي، فاذا احطيه اصلا وسط قريب الاندستريال بتحمل شو؟ بتحمل ال مثل ما تقولون وش، يركب يركب زين، ونحط النيب هذا شوف هل بيركب ولا ما بيركب. لا تو ستيب اجين، ممكن احطيه عند صناعية دايركت هني بعد، ممكن احطيه داخل هني، بس هذا نقل الناس، ليش احطيه عند صناعية؟ بالناس تنزل وهي مرتاحة، بس بحطيه هني عن النويز زين، وبمد خط من هذا الخطار من تحت زين لين وين؟ لين هني، من هني لين هني، وخط سيدي لين من هني. لا 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 هذا خط ماشي،
الحين يمشي، الحين هذا الخط يمشي مو مشكلة عادي، يمشي أموره، لكن ما عاد أطلع يكون يمشي. بحط له بارك، بشوف إذا البارك إنه يكفي استهلاك كهربته. أتمنى هذا كم يستهلك؟ سؤال. هذا يستهلك إلكتريستي كيلووات. كفاه الباركن والله، يكفي ممتاز حق مبنى واحد، يكفي أكثر من ممتاز. ونبني باص يشل الناس من القطار يوديهم هني، يوديهم محطات أساسية بس هني، ويجيبهم عند المول ويردهم عند القطار. هاي الباصات مالي اللي بتكون على المكان هذا. حط باصات، كم باص قاعد استعمل من يسار؟ هذا بس نيس 22. اوكي قاعد استعمل باصات يعني، ممتاز ممتاز. انزل، وهذا رغم اسوي حتى حق مواصلات داخلية على فكرة، بس بيزدحم شوي، لازم هني يوقف بعدين يوقف واحد ثاني، لكن لا اوكي بيكون ممتاز على فكرة. استوي عندي قطار للمينا، ما بنحتاج اكثر من القطار حاليا 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 حاليا. هذا كله تحرق حق منو على فكرة؟ حق المول. زين، الشغلة اللي ما حطيناها نحن للحين تكاسي. تكاسي بطبيعة الحال احطيها صوب صناعية، يعني تعرفون انا اتجنب الازعاج وصوت منو انا. اوكي صناعية يمكن يتحملون شوي ازعاج، بس يمكن المدينة ما يتحملون نفس الصناعية. المشكلة الوحيدة في التكاسي يسوون ازعاج، لانهم ما كانوا يسوون ازعاج كانت ترى والله احلى شيء في العالم تكاسي. اي ثينك حتى ان ريل لايف ترى يسوون ازعاج، اتصور يعني ساكن وما يحب التكاسي هذا بيوافقني الراي على طول ترى. ونبى التكاسي وين؟ نبى التكاسي عند هاي المنطقة على اساس الناس تي حق سياحة ولا تتمشى. واحد بياخذ تاكسي بيوقف هني، هاي بياخذ تاكسي يوقف هني، اكيد في حد يبي الفيري ترى في التاكسي، لان الفيري هني ترى. في حد بيجي التاكسي في المينا، مكان بيرفكت هذا حق تاكسي. وخلاص بس انا هاي مواقف تكاسي. اوكي اوريدي 25 انيوز ترى، اوريدي اوريدي يعني ممكن حتى نعززه بواحد ثاني وبيستعملونه، على الاغلب راح يستعملونه على طول يستعملوه. شوف التكاسي مكثرة في المدينة، حلو يكون في تكاسي في المدينة على فكرة، يعيبني يعني تحس شيء جميل، تحس شيء جميل. زين اللي ينزل من الباص يعني باص يروح، بقى نسوي مدينة المطار كلها بترام خلاص يعني، ما للخطوط السلكية اللي فوق الأماكن تمشي. يبون دكاكين، دكاكين يبون، هاي حق صناعية هالدكاكين ترى على فكرة، لابد موجود حقهم دكاكين. دكاكين انتو تبون بعد طبعا، وتبون تزيد بيوت دكاكين على الهايوي حق اللي جاي يطالع من الهايوي بيوقف الدكان بيسوي لنا زحمة زيادة هني ترى على فكرة. والله بعدها تشاور الغي الشارع اصلا، بس ترى قام يستعملوا شوارع ثانية الحين شوي شوي. ان كان زحمة على فكرة ما قاعد تزيد، خفت كانت لهني الاول، الحين وصلت قدام يعني ممتاز. ها رقم واحد، كل هذا ترى عسبة المولة. في ناس تعمل باركنات والله مش وايد ترى. انت ليش تطلع غلط؟ سؤال، الفتحة هني تطلع هناك ليش؟ ها شو مبركن ولا يمكن بركنين ولا على الشارع ترى؟ شارع اربع خطوط مستوي. لا اوكي هذا مع الباركن ترى، اوكي محسوب الباركن، بس يا ليت كان في خطوط باركن. تعال ها شو وقف غلط، والله وقف غلط، مش سيدي مية من كل الجهات. أظن حاليا بضطر إني أرضى فيه، لكن هذا التكتيك المينا يبالي الحين شو أساس نسوي الأماكن كلها فعالة ترى. بعد المطار أتصور بسوي هالشيء، مش الحين، بسوي مدينة هني سياحية كاملة. تريتني فكرة قبل فترة وقال ليش ما تسوي منطقة سياحية متخصصة في السياحة. بنسوي منطقة متخصصة في السياحة، بس اللي بسويه باخذ هالقطعتين، كنت افكر بس حق الراس هذا باخذ قطعتين ثلاثتين ترى، بس احسه ما تسوى. ممكن امد لي تحت منطقه سياحيه ومطار،
بس عندي منطقة هني أنا ورا الميناء، أرمي أسوي منطقة زين وأمدها بالطريقة هاي بالعرض، من هني أمد لفوق أشتري واحد اثنين وأسوي المطار هني دولي كامل، منطقة المطار نفس الميناء يعني بس منطقة مطار، وبسوي لكم هني المنطقة السياحية بإذن الله يعني. لكن الحين لازم نهتم في أمور المدينة، عندنا ترى في نقص عمال في كذا، شوف يعني في ناس رايحة كلهم عندهم نقص عمال abandoned. ليش؟ because there is not enough workers. وايد عندي ترى على فكرة عمال يعني مش شوي، ترى يعني العمال هم عبارة عن الناس اللي يسكنون ترى في النهاية، وعندي مناطق كبيرة يعني مش صغيرة من السكان. بس اللي محتاجين أنا أتصور إن نحن شو نسوي، خلي يكبرون عمايرهم هاي شوي، خلي يكبرون عمايرهم هني في شيء، هي في ما بحطه هني. محتاجين نزيد السكان هنا، فأتصور هالمكان بتكون منطقة سكنية، ما أتصور خلاص هي منطقة سكنية بتكون. خلنا نمد لها كم من شارع، خلنا نسوي لنا منطقة داخلية، أوكي منطقة تخرج، نوزع الشوارع على جميع الاتجاهات، نوزع الشوارع توزيع المخارج نوزعها. اذا تستوي زحمة داخلية شوي اوكي، بس الخطوط الرئيسية اذا استوت زحمة ترى تسوي لنا مشاكل، مشاكل انا في غنى عنها حاليا. ما بدخل فيها صراحة، ممكن اسوي الطريقة هاي منفذ بيكون ممتاز. مربع هني ممكن ابدا لان سويت اوريدي مخارج هني، خلها حق الوظائف مو وظائف، ترى كل ما زادت الوظائف كل ما زاد احتياجنا للسكان، ونحن حاليا محتاجين للسكان تبون صدق. بس ما حطيت التعليم ترى الحين في المنطقه على فكره، فالمكان يباله شوي تعليم. حطي جابانيز جاردن، نحطي ملاهي، نحطي لنا هني جاردن ثاني ما اعرف من داخل، يمكن من الداخل ما ادري. كهرباء وصلت، الماي بنوصل الحين كذا، وهذا الماي المنطقة طبعا، ها شيء اساسي، ها شيء اساسي. بيون الحين هم بيون، بس هو قلت ان الحلقه اليوم صراحه خلص. بنشوف الحلقات الجايه، ممكن نسوي مترو، كورنيش، سويحان، ممكن نسوي مترو، سلسله مترو. حاليا عندنا مترو نحن على فكره، مش انه ما عندنا مترو، سويناه لو تذكرون، موجود عندنا المترو، هذا هو موجود المترو، بس لازم نزيده الحين خلاص، لازم نزيد مترو المينا، نسوي مترو المينا كورنيش لازم نسويه، على اساس انه يكون مواصلات زياده، الناس مش كلها تي عن طريق شو؟ مو بكل الناس تي عن طريق الميناء، عن طريق الشارع. المهم هذا بالنسبه للحلقه هاي، وشكرا على متابعتكم للحلقه هاي، اذا عجبتكم لا تنسون لايك سبسكرايب شير فولو، ساهموا في دعم الحلقه ان شاء الله، ونحن ندعم بعض، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه على الف خير.